طب انا معايا احد اصعب او اصعب المحكمين اللي كانوا معانا في سيزون 1، دكتور خالد اسماعيل، مؤسس شركه اتش اي ام انجل. انا مش عارفه انت بتنقي الاسامي الصعبه دي ليه يا دكتور، ما تقوم تلاقيه اسم سهل اعرف اقوله. مساء الخير الاول. مساء النور، ازيك؟ وحشتني جدا. وانت كمان والله. عايزين نبتدي بقى؟ يلا يلا، انا جاهزه اهو، محضره الجينز والسنيكرز بتاعتي والقلم وكل حاجه والشر. بسلم على عبد الحميد والتيم بتاع رايزه في الجميل، وعملوا يعني ايفنت هايل السنه دي يعني. اهلا دكتور. قول يا دكتور، اولا طبعا لازم ابارك لك على جائزه جوسي للسلام اللي حصلت عليها من الفلبين لدورك البارز في دعم رياده الاعمال. ايه الجائزه دي بالظبط يا دكتور؟ هي جايزة يعني عالمية بتعطى لناس في مجالات مختلفة فنية وعلمية اللي بتقود بها إلى السلام، يعني زي جايزة نوبل بس مش في مجالات مختلفة، كلها حاجات بتقود للسلام. ففي الحالة بتاعتي كان الحاجات اللي بتعملها في مساعدة الشباب وإزاي ينموا أعمالهم وإزاي يديهم فرصة كويسة للمستقبل بتاعهم، يعتبروا ده طريقه غير مباشره ل يعني للسلام، لانتشار السلام في العالم، وبذلك كرموني الحمد لله السنه دي، وكانت اول مصري ياخد هذه الجائزه السنه دي يعني. الف مبروك. هل احنا على الطريق السليم؟ انت شايف ان البلد بتدعم فعلا رواد الاعمال ورياده الاعمال؟ هل شايف ان احنا فعلا ابتدى يبقى فيه الاويرنس ده، ابتدى يبقى فيه ان الناس تبقى فاهمه يعني ايه رياده اعمال وتدعم ده، ولا احنا محتاجين جهد اكبر من الدوله؟ والله لسه محتاجين طبعا جهد، محدش يقدر يقول ان المشوار قربنا على نهايته، لان لسه في مجهود كتير لازم يتعمل. لكن ما فيش شك ان احنا برضو عشان ما نجلدش ذاتنا قوي، ان احنا في فتره قصيره حققنا حاجات كتيره جدا. المقارنه ظالمه مع امريكا ومع اوروبا اللي هم بقالهم 40 50 سنه في هذا المجال، احنا بقالنا 5 6 سنين. فلو راعينا عنصر الوقت والبدايه المتاخره نقدر نقول ان احنا على الطريق الصحيح، نقدر نقول ان في ناس كتيرة بقت مهتمة، نقدر نقول ان العناصر المكملة للنظام بتاع الانتربرينورشيب او ريادة الاعمال ابتدت تبقى موجودة، من جامعات مهتمة لمراكز الحاضنات لصناديق التمويل للفعاليات زي رايز اب وخلافه. ابتدى النهاردة العناصر تكتمل وتكتر، ودي حاجة كويسة. الدولة في رأيي دورها مش مباشر في ريادة الأعمال، يعني في معظم دول العالم ما فيش دولة قالت أنا هعمل ستارت اب. لا، هي بس تفتح السكة وتبعد، أظن إن كده أحسن حاجة. هي تسهل الأمور. تسهل الأمور بالظبط. ما يزال التعامل مع الشركات الصغيرة والصاعدة يتبع نفس القواعد اللي يعني بتتحط على الشركات الكبيرة أوي. وطبعا هم ما عندهمش هذه القدره انه يجيب محامين ويعمل انشاءات ويستنى 3 4 اشهر واستطلاع امني ومش عارف ايه، يعني لازم يكون في طريقه سريعه جدا. صحيح. يخش على الانترنت يكتب اسم شركته وعنوانه يتسجل على طول، يعني لازم نسهلها اكثر بكثير من ما هو موجود النهارده. لازم نبعد عنهم مأمور الضرائب ومشاكل الضرائب والكلام ده الى فتره على الاقل لحد ما يقوموا على رجليهم. في حاجات كتيرة الدولة لازم تلعبها، بس أهم من كل ده ولم يذكر لحد دلوقتي ولازم أقوله بصراحة، اهتمام الدولة بالتعليم. النهاردة احنا بنفقد ناس جيدة جدا كل سنة، مهندسين شاطرين بتاع بيروحوا ألمانيا وبيروحوا أوروبا بيروحوا أمريكا، بنفقدهم وبنربيش كوادر كافية جديدة. صحيح. لأن نظام التعليم عندنا لازم يعاد النظر فيه بشكل جذري، مش بشكل اللي هو ماشي دلوقتي، شكل يعني إصلاحي كبير جدا، لأن هيعمل لنا مشكلة. صحيح. مع الوقت هنحس إن عندنا مشكلة، مش هنلاقي الكوادر اللي تقوم شركات ريادة الأعمال. بشكرك دكتور خالد اسماعيل، منتظرينك بقى في الموسم القادم، واحنا ان شاء الله بنعدله بس اعداد جيد جدا هذه المرة.